مرحبا أخواتي، يا رب تكونوا بألف خير. هذا المقطع كتير مهم بالقناة، وابي من ورا الكاميرا رح أخبركم بجلسي. مرحبا يا جماعة، بتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. لكل أخوة وأحباب أبو رعد، إجت فرصة كبيرة لأبو رعد في قناة عربية، يعني في قناة عربية تواصلت معنا حتى يشارك أبو رعد ببرنامج جديد اسمه الحالي أطفال الملايين. طبعا ممكن يغيروا اسم البرنامج بعدين، الله أعلم. هلأ المهم، كل الأطفال اللي رح يشاركوا بهذا البرنامج عندهم قنوات على اليوتيوب بأكثر من مليون متابع، ولما تواصلت معنا القناة المشهورة طبعا أعطتنا فرصة 15 يوم إذا بتوصل قناتنا للمليون فرح يشارك أبو رعد بهذا البرنامج، لأنه البرنامج أساسا اسمه أطفال الملايين، يعني لازم تكون قناة الطفل فيها مليون مشارك أقل شيء. لهيك بدنا مساعدتكم وهمتكم معنا. بعرف أنه كلكم بتحبوا أبو رعد وبتتمنوا له الخير، وأكيد كلكم بتحبوا تشوفوه عم يشارك على التلفزيون بهيك برامج كبيرة، وطبعا رح يشارك بهذا البرنامج أطفال من جميع دول العالم، ورح تصير مسابقات بالتمثيل والغناء وكتير مواهب تانية، والربحان رح ياخد جائزة كبيرة. جائزة كبيرة يا جماعة، فالجائزة ما رح تكون مادية أكيد، يعني مثلا إذا أبو رعد ربح بالتمثيل فرح يعملوا له مسلسل تلفزيوني من بطولته، من بطولة أبو رعد، طبعا بيكون معه نجوم تانيين طبعا اكيد. انا بعرف انكم ما رح تقصروا مع ابو رعد، وبنعرف انه العدد المطلوب كتير كبير، بس ما في شيء صعب عليكم اكيد، انتم مرافقين ابو رعد من بدايه قناته لهلا، وبنشكركم من كل قلبنا على جهودكم وتعبكم معنا. وصدقوني اذا كل حدا منكم خلى اهله او رفقاته يشترك بالقناه رح نوصل للمليون بكم يوم واكثر، وانتم قد وقدود. وبالنسبه لمسلسل حماي والكنه، اكثركم عم بيقولوا لنا وين الجزء الثاني، بدنا جزء ثاني، فنحن بنوعدكم رح نعمل جزء تاني رح يكون أحلى من الجزء الأول، بس طبعا لما نصل للمليون. وإذا عملنا جزء تاني من حماي والكنة فرح نعمله كوميدي 100%، يعني رح نرجع للحلقات الأولى من المسلسل ونخليه كله كوميديا وضحك بإذن الله. وطبعا نحن فعليا بلشنا بكتابة الحلقات الأولى من مسلسل حماي والكنة الجزء التاني. وبالنسبة لمسلسل الضراير كمان نحن رح نستمر فيه، بس عم ندور حاليا على بنوتة صغيرة تشارك أبو رعد بدور الضرة ليلى، وطبعا هالشي على طلبكم انتو. فبطلب من أي حدا عنده بنوتة أمورة عمرها 4 أو 5 سنين وحابين تشارك معنا بهذا المسلسل، بتمنى يتواصلوا أهلها معنا على انستغرام، بس طبعا لازم يكونوا ساكنين حصريا بمدينة غازي عنتاب. مدينة غازي عنتاب، سامحوني طولت عليكم كتير، بس بتمنى ما تخجلونا وتبلشوا من هلا بدعم القناة، لأنه إذا فعلا بتحبوا أبو رعد فلازم تساعدوه للوصول للمليون حتى تشارك بهذا البرنامج، وما تروح الفرصة من إيده. ومثل ما قلت لكم باشروا من هلأ، يعني إذا أنت بالبيت خود أجهزة أهلك كلهم واشترك بالقناة، إذا أنت بورشة أو معمل خود أجهزة رفقاتك واشترك بالقناة، يعني الأمر كتير سهل. ونحن منعرف إنكم ما رح تقصروا لأنكم أروع أخوة لأبو رعد، وشي حلو إنكم تشوفوا أخوكم الصغير على التلفزيون عم يشارك ببرنامج عالمي. يا جماعة برنامج كتير مهم وكتير كبير، والقناة كتير كتير مهمة ومعروفة وكلياتكم تعرفوها وكتير مشهورة، بس طبعا ما هو مصرح انه نحكي عن اسمها. خلونا نحكي عن اسم البرنامج، لانه هذا الاسم مثل ما بقولوا انه مؤقت، اكيد جوز رح يغيروه. حاليا قالوا لنا اسمه اطفال الملايين، جوز يغيروه اكيد، وهلا الامر بايدكم انتم اخواتنا، واكيد انكم ما رح تقصروا وخير ان شاء الله. اسف اذا كثرت كثير بالكلام، بس لازم اشرح كل شيء وبالتفصيل. وطبعا انا قلت هذا الكلام بالنيابه عن ابو رعد لانه كلام كثير وكلام كبير وصعب على ابو رعد، فلهيك انا اخذت النيابه عنه وصرت احكي بلسان أبو رعد، لأني هذا الكلام كله إذا راد يحكي أبو رعد فراح نطول كتير، لأني طبعا بالنهاية هو أبو رعد يعني طفل عمره 5 سنين، صح أبو رعد؟ صح؟ وهذا الكلام أنا حبيت أنقله لكم، وإن شاء الله يا رب ما تخجلوني وما تخجلوا أبو رعد، لأني أبو رعد حابب كتير يشارك بهذا البرنامج، برنامج مثل ما قلت لكم عالمي وراح يضرب ضربة إلى أول ما لآخر. كلياتكم بكره رح تتابعوه ان شاء الله على التلفزيون، بتمنى ما تخجلونا للمره الاخيره شباب وصبايا، انتم كلياتكم اخوه ابو رعد، في قده وفي اكبر منه وفي كبار وصغار وصبايا وشباب، كلياتكم ادعموا السوريين، ادعموا ابن بلدكم، العرب ادعموا شخص طفل عربي، لانه هذا البرنامج عالمي، يعني فيه من جميع جنسيات دول العالم، يعني ما انه بس عرب، لا فيه عرب وأجانب، فراح يتنافسوا بالتمثيل والغناء وفي كتير مواهب تانية. كل طبعا تنافس التمثيل بصير بالتمثيل، تنافس غناء بصير بالغناء، وإن شاء الله أبو رعد راح يحقق، إذا شاركنا راح يحقق مراتب الأولى، لأنه كلكم تعرفوا أنه أبو رعد ما شاء الله عليه بالتمثيل شغلة رهيبة يعني. شكرا كتير لكم شباب، بتمنى من هلأ تباشروا بالدعم، طولنا عليكم كتير، إن شاء الله نشوفكم حلقات تانية. سلام، باي أخواتي، يا سدوا الهمة، بحبكم. Thank you.
Thank you.